اهلا بيكو. دلوقتي مع بعض ان شاء الله هندخل في تاني knowledge area من knowledge areas بتاعت project management، وهي ال scheduling management. ال scheduling management الحقيقة من اهم ال knowledge areas اللي بنشتغل فيها، وبتاخد وقت طويل. ويمكن انا بقول scheduling management والصورة اللي قدامكم time management، بس الحقيقة الصورة دي عجبتني اكتر من الصورة اللي مكتوب فيها scheduling management. لا، هي كان زمان اسمه تايم مانجمنت، وبعدين اتغيرت بقت اسمها سكادجولينج مانجمنت. والحقيقه فعلا سكادجولينج مانجمنت اسم احسن، ويعني معناه اهم. هنشوف ليه. مبدئيا زي ما الاسم بيقول سكادجولينج مانجمنت، يبقى احنا عايزين نعمل جدول للمشروع بتاعنا هيمشي ازاي، عن ايه هيجي قبل ايه، وايه هيكلف ايه، وايه هياخد معدات ايه. يبقى دخل معانا كل العناصر بتاعت الشغل بتاعت المشروع. الحقيقه ممكن السكادجولينج مانجمنت نسميها بلاننج، مش هنبقى برضو غلطنا قوي، لكن اسمها الرسمي سكادجولينج مانجمنت. وتعالوا نشوف مع بعض السكادجولينج مانجمنت بيمشي معانا ازاي. مبدئيا اول خطوه في السكادجولينج مانجمنت هتبقى ان احنا نحاول نعمل الاكتيفيتيز، نحدد الاكتيفيتيز بتاعه المشروع. الله، طب احنا عملنا ايه قبل كده؟ احنا مش كنا عملنا ورك بريك داون ستراكشر؟ ايوه يا سيدي، عملنا قبل كده ورك بريك داون ستراكشر. الورك بريك داون ستراكشر اللي عملناه في المرحله بتاعه السكوب مانجمنت، او اللي عملناه في الانيشيشن لما لو بنتكلم على اللايف سايكل، ده بيبقى ورك بريك داون ستراكشر مبدئي. المفروض بنبتدي نكسره بعمق اكبر، بحيث ان احنا نطلع اكتيفيتيز اكتر ونعمل الريليشنز بينها وما الى ذلك. يبقى احنا دلوقتي في المرحله بتاعه السكيدجولينج مانجمنت المفروض بنبتديها بالبلان. البلان بتبتدي اول خطوه فيها بالورك بريك داون ستراكشر. لو تفتكروا ساعه ما اتكلمنا في الورك بريك داون ستراكشر واحنا في السكوب مانجمنت، قلت لك دي كل شويه بنرجع للورك بريك داون ستراكشر، الورك بريك داون ستراكشر، الورك بريك داون ستراكشر، لان الورك بريك داون ستراكشر في تفاصيل الشغل كلها، وان كانت في صوره شجره، علاقه السب اكتيفيتي بالاكتيفيتي اللي فوقيها بالاكتيفيتي اللي فوقيها، اللي هم في الاخر المفروض هيتجمعوا ويقفلوا مع بعض المشروع على بعض. الا ان طبعا دي مهمه جدا بالنسبه لنا، وبنطلع منها بقى الحتت المختلفه ونربطها ببعضها في بقيه الخطه اللي احنا بنشتغل فيها. فتعالى في الفيديو الجاي مع بعض نتفرج ونشوف هنعمل ايه بعد ما نعمل الاكتيفيتيز بتاعه المشروع. ارجو ان انتوا تيجوا معانا الفيديو الجاي ان شاء الله.